بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع جنس للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، انطلاقة موفقة لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 رأس في هذا الشوط. نتابع اندفاع قوية للجياد وخطف الصدارة، هنا المحاولة تأتي إلى المركز الأول والصدارة على ما يبدو لي لمثير، ولكن أيضا محاولة قوية من الجهة الخارجية مع وضحة مع خيار ريال كرة دولو، محاولة والتقدم الآن إلى المركز الأول والصدارة في هذا الشوط مع عزاز والخيال كارلوس هيرك إلى المركز الأول. أقل الأوزان يتقدمون الآن إلى المراكز الأولى كما نشاهد هنا، عزاز في الصدارة، المركز الثاني لوضحة، المركز الثالث لعفرين، والمتابعة تأتي أيضا من إكزاندر ذا جريت إلى المركز الرابع. خامس المراكز بلاك بيرل إدواردو بتروزا متواجد في هذا الشوط. إذن مشاهدينا نشاهد الجياد عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه في آخر 600 متر إلى الانعطاف الأخير، لازلنا نتابع إعزاز إلى الصدارة حتى الآن، والمركز الأول، المركز الثاني وضحة، والمركز الثالث لعفرين. المهرات تتقدم، ولكن هنا محاولة قوية من المهر الأدهم بلاك بيرل من الجهة الخارجية مع الفتى الأسمر إدواردو بيدروزا إلى الصدارة إلى المركز الأول بلاك بيرل، الفتى الأسمر في الصدارة، محاولات من عفرين وكذلك سيفا لايت، ولكن وحسين إلى الصدارة وسعيد يسعد الشوط مع جنس للخيل المهجنة الأصيلة بالمشاركة الثنائية يتغلبون في هذه الأمسية. عبد الله المالكي عضو فخري للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والسيد أحمد محمد عبد الملك عضو مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بجنس للخيل المهجنة الأصيلة. الخيال الفائز بهذا الشوط، بطل هذا الشوط، إدواردو بيدروزا، ولدان. يتفضل المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي مدرب المهر أدهم بلاك بيري. ويتفضل السيد عبد اللطيف حسين زينل العمادي يتسلم كأس جينيس للخيل المهجنة الأصيلة، ألف مبروك. كأس جنس للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، ألف مبروك للسيد عبد اللطيف حسين زينل العمادي، وألف مبروك أيضا للمدرب إبراهيم المالكي والخيال إدواردو. هذه الصورة التذكارية للخيل والخيال في هذا الشوط، بلاك بير وإدواردو. الأعلامي المخضرم الكبير، أهلا ومرحبا بكم في نادي السباق والفروسية، السيد محمد بن عبد الله المالكي عضو فخري للاتحاد الدولي للصحافة.